جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل الحقنة أو الإبرة من مفطرات الصوم أم لا؟ الإبرة إذا كانت مغذية فإنها من مفطرات الصوم، لأنها تكون بمثابة الطعام والشراب. أما الإبرة غير المغذية ففيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إذا كانت في الوريد فإنها تفطر أيضا، لأنها تجري مجرى الدم وتنفذ في الجسم، أما إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر، وهذا التفصيل هو الأقرب. ومنهم من يقول لا، ما دامت غير مغذية فإنها لا تفطر مطلقا، لا في الوريد ولا في العضل، ولكن الرأي الأول أولى وأحبط.